نفذت هيئة الزكاة والدخل جولات تفتيشية من أجل التحقق من التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح الخاصة بفرض ضريبة القيمة المضافة، وضبطت فرق الهيئة العديد من المخالفات شملت تخزين السلع والامتناع عن البيع وعدم الالتزام بالضريبة. أجرت الهيئة العامة للزكاة والدخل جولات تفتيشية مكثفة على أكثر من منشأة تجارية في أسواق ومجمعات تجارية في العاصمة الرياض، وأسفرت هذه الجولات عن ضبط مخالفات تنوعت بين فرض الضريبة قبل إقرارها رسميا وعدم التسجيل في موقع الضريبة المضافة، وإصدار فواتير ضريبية لا تحتوي على المتطلبات النظامية لغرض ضريبة القيمة المضافة. 60 فرقة للفحص الميداني وكشف المحلات المخالفة للنظام نظام ضريبة القيمة المضافة. تقريبا وصلنا على الموقع الإلكتروني وتطبيق ضريبة والتطبيق الخاص في البلاغات لضريبة القيمة المضافة أكثر من 47,000 مخالفة تم التجاوب معها بشكل مباشر. تقريبا عدد المخالفات اللي باشرناها وفرضنا عليها غرامات تقريبا ما يقارب 500 غرامة ومخالفة. كما أن الحملات ستستمر خلال الأيام المقبلة بجميع مناطق المملكة، حيث تحظى الجولات الرقابية بإشراف مباشر من غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك التي صدر تشكيلها بقرار مجلس الوزراء. سعود بن بجاد، الإخبارية.